I made it. جيت على مزارع القهوة في كولومبيا. هلأ جينا على الحدائق على المزارع وبدنا نشوف بالضبط كيف باخدوا القهوة من الشجر لكيف بصير عنا كاسة القهوة اللي بنشربها. سالينتو من منبع مزارع القهوة في كولومبيا. سالينتو بلد صغيرة لدرجة انه ما فيها مواصلات محلية، وابعد مكان فيها ممكن توصلوا ب 15 دقيقة مشي على الاقدام. اجينا عليها كرمال نستكشف ونزور مزارع القهوة ونروح مسارات مشي بين احضان الطبيعة بين الجبال مع اطول نخل في العالم. وعشان توصلوا مزارع القهوة الموضوع سهل، توصلوا سالينتو في الباص من اي مكان في كولومبيا، وبعدها لازم تيجوا على ساحة سالينتو اللي ما في غيرها، وبتطلعوا بواحد من هاي الجبات اللي بتطلع كل ساعة على مزارع القهوة. بس تيجوا على الساحة بتاخذوا جيب من هالجبات وبتطلعوا لمزارع القهوة. التكلفة للمواصلات وللدخول 11 دولار. ماسو مينس. وصلنا مزارع القهوة، وأول ما بيستقبلوك هو فنجان قهوة معمول فريش. طعمتها رهيبة رهيبة ما قادر أوصفها، وبتمنى الكل يذوقها بيوم من الأيام. فرح نشرب بالبداية وبالنهاية. خلينا نروح. Blackberry crop down there and inside of the plantation of the coffee we're going to have a plantain crops and banana crops too. طبعا احنا في كولومبيا اللي هي ثالث مصدر في العالم للقهوة بعد البرازيل وفيتنام. Here in Colombia we use the Arabica. We need to crop over 600. واكثر نوع بتشتهر فيه سالينتو بالقهوة هي أرابيكا اللي محصولها مرة واحدة بالسنة، وبتم زراعة القهوة في هاي الطريقة. بكل حبة قهوة في بذرتين، مدة شهرين من البذرة لأول نبتة بتطلع أوراق، من بعدها بنقلوها مدة 8 أشهر ليتأكدوا إنها نبتة صالحة إنهن يزرعوها، ما بدهن إياها لولبية، بدهن إياها مستقيمة. من البذرة للنبتة بحاجة 3 سنين عشان تطلع نبتة القهوة. معلومة ما كنت أعرفها، كل مدة 5 سنين بقصوها ما يقارب 30 سنتي من الجذع من تحت كرمال تطلع ثمار أحسن ويكون منتوجها أفضل. وكل مدة تقريباً 21 سنة بفضلوا إنه يقيموا الشجرة تماماً لأنه بيصير منتوجها يروح أقل مع الوقت، فبعد 21 سنة بفضلوا إنه يقطعوها بالمرة ويزرعوا محلها. بحظوا إنه يكون شكلها دائري كالمار يكون تنقيبها أسهل. يعني باختصار القهوة قصة طويلة، وما كنت أنا مفكر إنه عشان فنجان قهوة كل هاي العملية وكل هذا التعب. خلينا نكمل. والله انه الحبة طعمتها رهيبة حلوة، والحبة المستوية اشي كثير طيب. يعني بنفتحها بهاي الطريقة بنضغط عليها فبتطلع مثل هيك، طعمتها كثير طيبة. كمان هنا زارعين عدة توت بري فعزمونا الجماعة تعال نذوق. في هاي المنطقة بالذات مثل ما انتو شايفين بيزرعوا القهوة في منحدرات عشان مياه المطر تضل نازلة وما ترسب وتخرب المحصول وتخرب المنتوج وتخرب الشجر. من 10500 شتلة بيطلع ما يقارب 20 طن من القهوة، ولكن بعد ما يقيموا القشرة وينظفوها ويحمصوها بصفى فقط 4 طن. خلينا نكمل. هاي الفرق بين بذرتين اللي واحدة موجودة في الظل فبتطلع حبة أكبر وبتكون جودتها أفضل وبأخذ سعرها أغلى، والحبة الصغيرة بتكون في الشمس ولكن الشجرة بتطلع كمية أكبر فبأخذ سعرها أقل. هذا واحد من شوالات القهوة، فالمزارع اللي موجود هون بنقب وبحط في هذا الشوال مثل ما بنقبوا الزيتون، ولكن بنقبوها حبة 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 حبة، بحطوها بسلة ثم بيجيبوها وبيعبوا الشوال مثل ما انتم شايفين. Is because our beans going to be, as I told you, flat in one side and round in the other one. They're going to fall by these holes. بعد ما يجيبوا شوالات القهوة بحطوها بالمكينة عشان تقيم عنها القشرة الحمراء، وغاد ممكن يشوفوا الحبة اللي مش منيحة ويقيموها على جنب، وبيخلوها مدة 12 ساعة وكل شوي بضلوا يحركوا فيها كرمال إنها تنشف.
من بعدها بيجيبوها لهذا المكان. Sound and feel dry. This is the third part of the fruit. It's called. على كل حبة قهوة مثل ما أنتوا إسا شايفين لونها أصفر، ولكن إذا منكسر القشرة الصفرة بتشوفوا إنه في حبة القهوة. ومن بعد ما تطلع حبة القهوة بيقسموها حسب الكواليتي، حسب الحجم، باي هاند، يعني بإيديهن بيقسموا أنواع القهوة حسب أحجامها كرمال يساووا سعر لكل حجم. زي ما انتم شايفين بدردك القهوة دردك. تقريبا كل ساعة بحركوا في هاي القهوة عشان تنقام هاي القشرة الصفراء اللي انتم شفتوها على حبة القهوة. زي ما قلت لكم هنا انتم شايفين كيف بفرقوهن عن طريق الايد بين الباد كواليتي اللي جودتها عاطلة واللي جودتها منيحة. فهاي بتكون بالبداية لحد النهاية ما تتحمص. بحطوا القهوة بعد ما يطلوها اصفر اخضر اسود. من الحبة الصفرة بأخذوها على ماكينة مثل هذا الاشي، مثل سيلندر بقولوا له، فهي بتفتل بهذا الشكل لحد ما تطلع القشرة الصفرة عن الحبة، ومن بعدها بتصير حبة خضراء. بعد ما تصير حبة خضراء بحمصوها على درجات مختلفة وبغلفوها بكياس وبترجع لهون، ومن هون بتنباع وانتو بتشتروها وبتحمصوها وبتطحنوها وبتغلوها وبتشربوها. وبالنهاية مع الفيو من مزارع القهوة رح أشرب فنجان قهوة عمره 3 أيام من القطف حتى صار فنجان قهوة. Delicious. طعمته رهيبة رهيبة، حامضة لدرجة ما بتنوصفش. واكتشفت انه الشارع اللي موجودة عليه المزرعة اسمه فيردا بالاستينا، يعني شارع فلسطين. الى هنا خلص الفيديو، ان شاء الله ما تنسوني بالسبسكرايب لايك شير، ونشوفكم بالفيديو الجاي. صدق او لا تصدق، من طيابة القهوة اشتريت 10 كيلو. رح ازد اوعي واروح معي قهوة.